الحمد لله تمام. يعني حكاية الإنجازات الدولية والحاجات دي مش غريبة خلاص على الستات المصريات، لكن احنا عايزين نعرف خصوصية تجربتك. تجربتك ليها خصوصية شوية، انت مهندسة وليكي قصة كده مع السباحة. بصي انا ما يعني ابتديت رياضة في حياتي كلها 37 سنة، انا ما كنتش بلعب رياضة قبل كده خالص خالص خالص، وده كان في وقت كنت بكتشف انا بحب ايه. بتفاجئ بالحاجات دي، يعني كانت فين الموهبة دي؟ ما اعرفش، مامي وبابي ما ودونيش العب رياضة، مش عارفة كسلوا. لا يعني كان الاهتمام بالمذاكرة وبتاع، ما يعني ما حدش ركز معايا في موضوع الرياضة ده، وانا ما كنتش مهتمة خالص طول حياتي بالرياضة. الموضوع بالنسبة لي كان شيء ممل جدا، وما بحبش اروح اصلا، يعني ما عارفة يعني مجهود بقى ما يعني تعب، حاجة ملهاش اي 30 لازمة. وبعدين جات لي بقى فترة في حياتي ابتديت اشوف، انا يعني عارفة دايما بيحصل الواحد كده زي شقلباص في حياته كده، يبتدي يفكر هو عايز يعمل ايه، انا مش لاقية نفسي، انا مش موجودة. فابتديت ادور بقى انا بعمل ايه، فابتديت الاول بالدايفنج واتبسطت قوي في الدايفنج، انا اي حاجة ريليتد للمية بالنسبة لي. بدأت في رحلة مثلا مع اصحابك؟ لا لا خالص، انا حطيت في دماغي ان انا عايزة اتعلم دايفنج، فابتديت اتعلم دايفنج. غريبة ان تطق في دماغك الصبح انا هعمل دايفنج النهارده. لا بس يعني لا كنت عايزه، كان بقالي كتير كنت حموته اتعلم دايفنج، وكان الوقت ما انا كنت متجوزه ما كانش بيرضى، ما كانش عايز عشان غلط بقى وبتاع، فما يعني ما كنتش بقى ممكن. كبت الحته دي فيك؟ كبت حاجات كتير بس. بس يعني لا دي هنأجل الحته دي لفقره ثانيه، هنستضيفك ثاني. بس فابتديت بقى اتعلم دايفنج وكده واتبسطت قوي. وبعدين في رحله كده من الرحلات واحنا راجعين في نيو يير، كان في يناير، عارفه اللي هو يعني احنا يا دوبك اول يناير، واحد من اللي معايا في الرحله بيقول لي على فكره في هاف ماراثون في الجونه في شهر 2 اللي هو بعد شهر. قلت له يعني ايه هاف ماراثون؟ قال لي 21 كيلو جري. قلت له يعني انت بتهرج ولا بتتكلم بجد؟ انا بجري 100 متر بموت، ما هعمل ايه؟ قال لي لا دوبل دوبل. هو اصلا مش رياضي خالص كان ساعتها اصلا، فانا قلت يلا يعني يلا بجيب لك التجارب يعني. يلا جايب حظك. قلت له خلاص اعمل ريجستريشن، انا ما بعرفش ازاي بيتعمل ريجستريشن، وانا هتمرن بقى واوصل لعيال المدرسه واروح النادي انا وانت اتمرن عندك بقى في التجمع، انا في المعادي وفي التجمع وخلاص، بس اعمل لنا ريجستريشن وبلغني انت عملت ايه. بس وفعلا يعني انا مش عارف لو انا داخله كده كده يعني. ورحت فعلا شهر 2 بعد شهر 1 من كنت بروح اجري في النادي كده بلا بلان ولا اي حاجه، بس كل يوم ازود حبه كل يوم ازود حبه لغايه لما رحت وعملته. فابتديت اجري في المعادي بقى مع جروب كده في المعادي بيجروا الصبح كل يوم، عارفاهم المعادي اتليتس. فابتديت اجري معاهم وانتظمت، قلت خلاص بقى. كان ساعتها عارفه قعدت بعديها يوم كده ريفلكت على حياتي كلها، قلت انا مش المفروض ابص لورا اني مور، المفروض ابص قدام عشان اوصل للفينش لاين في اي حاجه. فانا خلاص، وبعدين دلوقتي جريت 21 كيلو، حرام بقى ابطل رياضه يعني. خلاص ابتديت الموضوع احبه، وابتديت اخش جوه الكوميونتي بتاعت الجري دي، فابتدى الموضوع يبقى لذيذ. تطلعوا تجروا على طريق العين السخنه والحاجات دي؟